إذا متابعي قناة شيف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. صباح الخير عليكم وصباح النور عليكم، مرحبا بكم في هذا البث وهذه الجولة الصباحية من شوارع مدينة طنجة، عروسة الشمال وعاصمة البوغاز. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا هذه الاجواء الصباحيه ديال مدينه طنجه، يعني من بعد ليله ممطره اصبح واحد الجو اللي هو بارد. كيف ما قلنا من بعد واحد الليله اللي هي ممطره اصبح واحد الجو اللي هو بارد. اليوم تويتا شوارع مدينة طنجة باقي خاويين كما تلاحظوا معنا. قليل اللي خارج، في طنجة هذا يعني عادي بدل ما كيفيقش الصباح بكري، قليل اللي كيفيق في هاد الساعة هادي، يعني تم 10 11 عاد كسب الحركة في مدينة طنجة، ولا كتكون الحركة قليلة شوية. نتمنى الله يكون خير. اذا متابعي قناة شوف تيفي، حاليا وصلنا لنهاية هذا البث وهذه الجولة الصباحية، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر اخر.